تعد قرية حج حجيل إحدى القرى الواقعة ضمن النطاق الإداري لبلدية مرزوق، ويبلغ تعداد سكانها قرابة 2500 نسمة، ويعتمد أكثرهم على الزراعة وتربية المواشي لغرض الاكتفاء الذاتي، إلى جانب الصناعات التقليدية كالسعفيات وحياكة الصوف. وفيها طبعاً تحتوي على ما بالنسبة للتعليم مدارس ثانوية وإعدادية وابتدائية، وكذلك فيها كان فيها زمان مركز شرطة، نقطة شرطة، والآن طبعا هذه النقطة غير عاملة في هذه المنطقة، ويوجد بها مستوصف في هذه المنطقة، ولو أن هذا في هذا الوقت طبعا مستوصف يعني يشتغل بأقل إمكانيات. المنطقة تعاني كغيرها من مناطق الجنوب من نقص في الخدمات الأساسية كعدم توفر المحروقات وشح السيولة النقدية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما ترك المواطن عاجزاً عن تلبية احتياجاته اليومية. فكل مرافق الحياة الحقيقة قامت بالعمل الجماعي المنظم في هذه المنطقة، والآن وبذلك سميت بمنطقة العمل الجماعي المنظم، اللي كان هذا العمل كل من المسؤولين اللي جوا لهذه المنطقة أشادوا بها، ويعني شجعونا على أساس أن نحن نستمر في هذا العمل، وإلى عند تاريخ اليوم نحن مستمرين في العمل الجماعي المنظم، إذا وجدنا من يساندنا ومن يرفع من شأننا ويساعدنا حتى بيد المعونة نستطيع أن كل ما ينقص هذه المنطقة مستعدين أن احنا نقوم به بالعمل الجماعي المنظم. أبناء منطقة حج حجيل يطالبون المسؤولين بتحسين أوضاعهم المعيشية والنظر إليهم بعين الاعتبار، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والانقسامات السياسية المتزايدة.